والأخبار، أهلا بكم. في المستهل يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يخصص لمتابعة التحضير للانتخابات التشريعية وعملية التلقيح ضد كوفيد-19 وكذا الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم، إلى جانب عدد من العروض حول مشاريع حيوية تخص قطاعي الأشغال العمومية والنقل. ينظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يوما دراسيا إحياء لليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في نزعها. يتم التطرق فيه إلى دور الجزائر في مكافحة الألغام المضادة للأفراد وتجربتها في تنفيذ اتفاقية أوتاوا، إلى جانب التجربة الصحراوية مع انفجار الألغام التي وضعها المغرب على طول الجدار الفاصل في الصحراء الغربية. وسيبث خلال هذا اللقاء شريط وثائقي للتلفزيون الجزائري بعنوان الألغام من أرض الجحيم إلى فردوس الأمان، كما ينتظر أن يتم تداول الجانب النفسي لضحايا الألغام وكيفية إعادة دمج المعاقين منهم وتلبية حاجيتهم. وتسجل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة العربية حضورهما في هذا اليوم الدولي من خلال مداخلات عن بعد. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع نربط الاتصال بالزميل وليد زروق مباشرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وليد أهلا بك، ما هي أهم محاور هذا اللقاء؟ صباح الخير، صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. إذا نتواجد بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي ينظم هذا اليوم الدراسي وهذا الملتقى المخصص لليوم الدولي للأفراد المصابين بالألغام. هنا اجتمع خبراء وكذلك أساتذة في علم النفس لدراسة مخاطر وتأثير الألغام على الأفراد، ليس التأثير الجسدي فقط وكذلك التأثير النفسي الذي يتابعهم إلى فترة طويلة إلى مدى الحياة. كذلك ستشارك الجزائر في عبر المنصة الإلكترونية في ندوة مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر وكذلك جامعة الدول العربية، أين سيقدم الأمين العام للمعهد مداخلة ومحاضرة يوضح فيها ويطرح فيها مسار الجزائر للقضاء وتطبيق اتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام. كذلك سيطرح هذه التجربة الجزائرية، وسيكون الحديث كذلك على الجمهورية العربية الصحراوية التي تصنف من الدول العشر الأكثر انتشارا للألغام فيها، حيث أن المغرب وفي الجدار الفاصل نشر العديد والكثير من الألغام في حقول تعد بالهكتارات. واليوم الجزائر ستطرح هذه القضية وتكون مداخلة أيضا لجمعيات و مشاركين من الصحراء الغربية ليطرحوا المشاكل التي يعانون منها إلى حد الساعة من مخاطر الألغام. شكرا لك وليد زروق على هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وخلال تدخله في برنامج هذا الصباح أكد عبد الكريم سويرة أستاذ في القانون أن فرنسا الاستعمارية خلفت في الجزائر أكثر من 11 مليون لغم وهي ما تزال تخلف العديد من الضحايا إلى يومنا هذا. الجزائر كما تعلمون كانت ضحية هذا الاستعمار وهذا الإجرام. هي مربوطة بخطي شال وموريس الذي بنته القوات الاستعمارية الغاشمة على طول الحدود الشرقية والغربية بعمق 700 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب. طبعا الهدف هو عزل الثورة
يعني إبطال إمداد بالسلاح، ولكن بالموازاة مع هذين الخطين زرعت ملايين الألغام. نعم. فرنسا تعترف في وثائق رسمية ب 11 مليون لغم، ولكن قد يكون أكثر من ذلك، بمعدل 2 أو 3.1 لغم لكل فرد. نعم نعم، وهذا الشيء رهيب، ولأن آثاره تمتد لسنوات، تنتهي الحروب وتنتهي النزاعات، ولكن الآثار تبقى لسنوات كبيرة وطويلة جدا. عرفت ولاية باتنا انخفاضا ملحوظا في إنتاج الزيتون مقارنة بالسنة الماضية بسبب المشاكل التي تصادف الفلاحين والمستثمرين. من العبديش. نقص الأراضي المخصصة لزراعة الزيتون في ولاية باتنا وانخفاض الإنتاج هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة أوقف نشاط هذه المعصرة مبكرا. موسم كارثي سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية المردود، خاصة المردود السنة راه كان ضعيف. قنطار تاع الزيتون نقولوا العام اللي فات كان اونتر 18-20 هكذا، عام السنة كان هابط أكثر، هابط جو كروا كي اون بيرت دو موان دو واحد 25-30%. زيت الزيتون التي تنتج هنا تعد من بين أفضل الزيوت على الإطلاق، فهي بكر ممتاز، إلا أن عددا من المشاكل حالت دون تمكين المستثمرين في هذا المجال من تغطية حاجيات السوق الوطنية. المشكل العاويز سي بيان لي زوتوريزاسيون فوراج، اون دوموند 3 ans، لو كان ما دخلش السيد الوالي والله ما نشوفوها لليوم، ولازم نحترموا احنا الشروط، شروط الانتاج باش تكون عندنا زيت زيتون بكر ممتاز. الفلاحة هو مجال مهم جدا للجزائر، لانها هو اللي ان شاء الله نعوضوا فيه فيما يخص الدخل العام، نعوضوا به الغاز والبترول، لان الجزائر لديها خيرات كبيرة وكبيرة جدا. دعم ومرافقة السلطات للفلاحين يعتبر السبيل الوحيد لإنعاش زراعة الزيتون وجعلها مصدر دخل إضافي للخزينة العمومية. وفي سياق المبادرات التضامنية، قافلة طبية لجمعية نجدة الإنسانية تجوب ولاية أدرار لتقديم فحوصات طبية لمرضى السرطان، كما كانت فرصة لتبادل الخبرات بين الطواقم الطبية. فاطمة زهراء بن فرجلة. قافلة طبية. نشكر إن شاء الله على الطب على المبادرة الطبية هذه اللي دارها لنا إن شاء الله الولاية، ونتمنى إن شاء الله أنها تتكرر. أنا ولدي راح عنده عامين مع أهل شوية المرتع مرجل دي، بس عامين ما لقيناش دواء. أنا كنت مدي حتى العاصمة تماك باش دار رانديفو، والحمد لله كي جاوا هذا هنا، يا ربي لك الحمد. العمل المشترك بين الطواقم الطبية ساعد على تبادل الخبرات وضمان التشخيص المناسب لكل حالة. الحالة يعني ماشية ما شاء الله مع الجماعة، جينا أعطيناهم أكوت بوس، تبادلنا الخبرات، عالجنا مرضى، تعرفنا على ناس. فيما يتعلق بنا كأطباء جانب تكويني وأيضا جانب التواصل، لأن الأطباء الآن قاموا بالفحص، المتابعة راح تكون علينا نحن أيضا، والحمد لله استفدنا كثيرا من الخبرات. هي مبادرة استحسنها المرضى بولاية أدرار، فيما يبقى توفير العتاد الطبي اللازم للطواقم الطبية المحلية مطلوبا. وفي تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تمثل للشفاء 84 مصابا، فيما سجلت 3 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. قررت هيئة محكمة تيبازا اليوم ختاما لمحاكمة 26 متهما في قضية فساد. طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازا النطق بالحكم يوم 18 أبريل الجاري، وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندق سياحة وحمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دينار جزائري. والتمست نيابة محكمة تيبازا تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية، التي انطلقت محاكمتها أمس وانتهت على الساعة 5 من صباح اليوم.
وجاءت التماسات ممثل نيابة محكمة تيبازا بعد انتهاء قاضي الجلسة في استجواب المتهمين من بينهم 5 مدراء عامين سابقين ورئيس مجلس الإدارة وكذا عدد من أعضائه. في مستجدات فيروس كورونا في العالم، تفرض الكثير من الدول قيودا جديدة لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا، في حين تشهد أوروبا ومناطق بآسيا تسارعا لانتشار الوباء، حيث سجلت تركيا حصيلة قياسية بلغت 44 ألف إصابة جديدة، وارتفعت الحصيلة عالميا إلى 130 مليون إصابة والوفيات إلى 2,800,000 حسب آخر الإحصائيات. قامت السلطات المصرية ليلة أمس بنقل 22 مومياء من المتحف المصري بساحة التحرير وسط القاهرة إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية، وتم نقل المومياوات في جو احتفالي على ظهر مدرعات عسكرية جهزت خصيصا لذات الغرض ووسمت بشعار الاستعراض الذهبي للفراعنة، كما حملت كل مدرعة اسم الملك والملكة التي تحملها، ويعود عمر المومياوات إلى حقبة تاريخية تمتد إلى 3000 سنة خلت، كان نجمها البارز رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت. نختم النشرة من حمام جروز بوادي العثمانية بولاية ميلا، مقصد للزوار للاستجمام والراحة ومنبع حموي غني بالكبريت يعالج العديد من الأمراض الجلدية، إضافة إلى مؤهلات الموقع السياحية والاقتصادية التي نتعرف عليها مع الزميلة فتيحة بعرة. بحيرة حمام جروز ببلدية وادي العثمانية، مسبح على الهواء الطلق يستهوي الشباب والعائلات، تميزه مياهه الساخنة طوال السنة وتزداد المتعة شتاء وسط تساقط الثلوج. هو الشيء اللي ساعد الماء الجبل تاعنا اللي فيه الكبريت، هو اللي خلى الإنسان يقدر يداوي، يجي ويتحمم الإنسان لا صابون لا شامبو لا والو، تحمم في الماء برك يقوم بالعلاج تاعك. حمام جروز تحتضنه جبال سيدي قاسم في موقع جبلي وسط أشجار كثيفة تتدفق المياه الحموية الساخنة الغنية بالكبريت في صورة خلابة، هنا نجد الهدوء والراحة، لكن المكان بحاجة إلى التفاتة المسؤولين. احنا نطلبوا من السلطات شوية دعم، من سواء من جهة البلدية أو الولاية، شوية دعم يطلعوا علينا يقوموا بالبلاصة هذه. احنا كي نستغلوا احنا كبلدية ونمدوه للمواطن هذا ويستغل فينا بارك الله وفي كل حال ما خليناش هامل ما راحش الماء، نمدوه له عن طريق الكراء، مش نمدوه عقد امتياز، كراء نكريوه اللي هنا راح يدخل ما ماذا راح يعسر لنا في افضل. تسمى احنا كي نديروا حمله تنظيف لهنا حمله تنظيف ونخرجوا منه يبقى المزيد هذا والله اللي كرينا له هذا الحمام يبقى يستغل فيه الى غايه تجسيد المشروع الفعلي لهذه المنطقه اللي كي نقول لك منطقه سياحيه بامتياز. هذه البحيرة الوحيدة بوادي العثمانية لها خصائص بالإمكان استغلالها ضمن رؤية اقتصادية وسياحية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.